صباح الخير عليكم. هذه اول حصه نشاركها معكم وان شاء الله تعجبكم. اليوم راح نعلم وليدي كيفاش يميز بين الاشكال والالوان، ورايحين نستعمل هاد لي جوي اللي انا درتهم في الدار، وان شاء الله يعجبكم ويديروا كيما ندير مع وليدي باش يتعلم الاشكال. دائره احمر، دائرة أحمر، حوس حوس دا دائرة أحمر. نو دائرة أحمر. راح كمل. دائرة أحمر، برافو. مربع أبيض، مربع أبيض. قلب، قلب أحمر. مستطيل أخضر. نجمة أسود. أزرق، شكل بيضوي لون أزرق. وين مربع مثلث أصفر، مربع أحمر. أشوف لونس أحمر، أحمر مربع أحمر. كملنا اللعبة الأولى ودوكا ننتقلوا للعبة الثانية. كل شكل يحطوه في بلاستو. بيضاوي، دائرة، سميس دائرة. أشوت دائرة، برافو. مثلث أخضر. قلب أحمر، اسمس قلب أحمر. ودوكا كملنا اللعبة الثانية وننتقلوا للعبة الثالثة. وهذه اللعبة مجموعة من الأشكال وكل شكل يلصقوا في بلاستو. أنا نوري له كيفاش يدير وهو يكمل، ولما قدرش تقدر تعاونيه. مربع، دائرة، دائرة أحمر، مستطيل أزرق، مستطيل أزرق. نكمل اللعبة وإن شاء الله يعجبكم المختصر اللي درته لكم، وإن شاء الله يعجبكم وما تنسوناش بالجيم تاعكم والاشتراك في القناة، ويعطيكم الصحة.